السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا على قناة الدعم المدرسي. فيديو إن شاء الله سيكون مخصصا للدرس الثالث من الوحدة الأولى من دروس المنهج الجديد في الشرط العلمي المستوى السادس ابتدائي. الدرس الثالث اللي هو الاحتراق وأخطاره أو أخطار الاحتراق، اللي كاين في صفحتين 12 و13 من كتاب مدرسي للتلميذ. إذا قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. نبدأ على بركة الله. عندنا في الملاحظة أو الملاحظة والتساؤل، إن أثار انتباه ريان سلوك أبيه بفتح نوافذ المنزل أثناء كل استعمال للمسخن المائي للاستحمام أو فحم الخشب قصد التدفئة أو الاستعانة بالشمع لإنجاز الإضاءة خلال انقطاع الكهرباء. يعني ريان لاحظ بأن الأب ديالو يدير واحد السلوك دائم في حالة إلا كان تيخدم المسخن المائي ديال الاستحمام، أو إلا كان تخدم يعني يشعلو الفحم للخشب كيكون في أيام ديال البرد، أو أيضا أثناء الاستعانة بالشمع من يكون يعني انقطاع الكهرباء. الأب دائما تيفتح النوافذ ديال المنزل، فالطفل ريان يعني ينتبه لهذا الأمر، وممكن أن يتساءل يعني لماذا يحرص الأب على تهوية المنزل عند الاشتغال بالمسخن أو الفحم أو الشمع. فإذا ربما الأمر عنده علاقة بأننا في درس الاحتراق، إذا بالنواتج التي تنتج عن الاحتراق ربما أن تكون خطيرة إذا بقيت في المنزل وكان المنزل مغلق. هذا مثلا نتعرف عليه من خلال الأنشطة. فالنشاط رقم واحد، بعض نواتج الاحتراق. نعرفوا النواتج اللي كتنتج لنا من الاحتراق. عندنا اقرب صحنا من لهب بشمعة، اللي الوثيقه رقم 2. عندنا الشمعه شعلوا وكنقربوا لها الصحن، كنلاحظوا بانه ولا فيها واحد الشيء اللي كيف لي واحد السواد كيتوضع لي نفس الصحن. ايضا الى قمنا بنكسر كاس فوق الشمعه، يعني كنقلبوا عليها كاس بهذا الشكل هو النكس، فكنلاحظوا ايضا الترسب هنا للون الاسود. في الحاله الوثيقة 4 في نفس الشمعة نضيف لها ماء الجير، نضيفه في الكأس حتى نقلب الكأس بعد انطفاء الشمعة، كان ندير ماء الجير فيتعكر ماء الجير، يعني اللون ديالو كيتبدل. السؤال الأول، أسمي الجسم المتوضع على الصحن والناتج عن احتراق الشمعة أو الشمع بصفة عامة. يعني هذا الجسم اللي كيكون هنا أسود، فهذا الجسم المتوضع على الصحن الناتج عن احتراق الشمعة هو هباب الفحم لي كيكون ناتج عن احتراق الشمع وكيخلينا داك اللون الاسود. السؤال الثاني، وحدد سبب تعكر ماء الجير. علاش ماء الجير تغير اللون ديالو؟ هنا كاين غاز واحد هو اللي كيسبب لنا هذه المساله، هذه كنعرفوا دائما وش كلشي كيعرفوا من الابتدائي حتى الاعدادي. فالسبب تعكر ماء الجير هو انبعاث غاز ثنائي اكسيد الكربون عند احتراق الشمع. غاز ثنائي اكسيد الكربون هو السبب في تعكر ماء الجير. السؤال الثالث، أحدد الناتجين الآخرين عن احتراق الشمع. يعني ممكن تنتج لي فقط هباب الفحم وثاني أكسيد الكربون، عندي ناتجين آخرين وهما الماء والكربون. الماء والكربون، إذا الماء أيضا كينتج لنا على عملية الاحتراق أو عن تفاعل الاحتراق. النشاط الثاني، خطورة الاحتراق. اقرأ النص جيدا. أثناء متابعة روان لإحدى النشرات الإخبارية في ليلة باردة، تأثرت بخبر وفاة أفراد أسرة بكاملها بضواحي مدينة إفران اللي معروفة يعني بالبرد الشديد، يكون فيها يعني في أيام ديال فصل الشتاء، نتيجة استعانتهم بفحم خشب من أجل التدفئة. يعني استعانوا بالخشب، يعني داروا الخشب باش يعني تكون عندهم شوية حرارة في المنزل يكون الدفء. ولكن بعد أن تم إغلاق كل نوافذ البيت، سدوا جميع النوافذ للمنزل باش زعما يكون الدفء، يعني ما يخرجش داك الدفء اللي غينتج لنا الخشب او فحم للخشب، مما جعلهم يستنشقون غاز اول اكسيد الكربون وهو غاز سام، او الاسم ديالو اللي كنستعملو بزاف ماشي هو اول اكسيد الكربون، هو احادي اكسيد الكربون. كاين ثنائي وكاين احادي. احادي انا كنقصد بها هي اول اكسيد الكربون اللي معروف انه غاز سام ممكن يؤدي الى الوفاة او الى الموت. الأسئلة المرتبطة بهذا النص، أعطي اسم الغاز الناتج عن احتراق فحم الخشب. إذا غاز أول أكسيد الكربون أو غاز أحادي أكسيد الكربون هو الغاز الناتج عن احتراق فحم
الخشب. خامسا، نستخرج من النص خطورة هذا الغاز. فتتجلى خطورة هذا الغاز في كونه ساما، مما يؤدي بالأشخاص الذين استنشقوه أو يستنشقونه إلى الاختناق، ممكن يؤدي إلى الوفاة في حالة إن ما تمش الإسعاف دياله. بالنسبة للسؤال، عندنا الوثيقتين 76 غنشتغلو بهم، ثم الوثيقتين 67 بعد الأخطار الناتجة عن بعض الاحتراقات. هنا عندنا الشخصين يعني يجلسان بقرب مدفأة غاز قديمة، يعني ربما السبب أنها تشرب الغاز وهي قديمة، وجالسين بالجانب ديالها، فربما أغمي عليهما، ممكن أنهم يلقاوهم يعني ماتوا. وجه قصب عندنا مسخن مائي يشتغل بالغاز، فالشخص أيضا ربما يحس بدوار نتيجة قربه أو استنشاقه لأحد الغازات المنبعثة من المسخن المائي اللي كيشتغل بالغاز ماشي كهربائي. سؤال 6، أحدد سبب هذه الأخطار في وثيقة 6 و7. بالنسبة للوثيقة 6، انبعاث غازات سامة مضرة بالجهاز التنفسي، فإذا استنشقها الشخص ربما يصاب ب يعني غثيان، أو ربما يفقد الوعي، وربما يموت إن لم يتم إسعافه. في الوثيقة 7، السبب هو غياب التهوية وتواجد يعني المسخن المائي الغازي داخل المنزل وليس في الخارج أو قرب النوافذ. هنا غياب التهوية. 7، أقترح بعض النصائح لتفادي مثل هذا الخطر. ممكن نصائح عندنا كثيرة، بعض النصائح لتفادي مثل هذا الخطر. يجب التهوية الجيدة في الأماكن التي بها الغازات أو الأجهزة تصدر الغازات، ولا بد من الحرص على عدم وجود أي تسرب للغاز. أيضا تركيب السخان المسخن المائي قرب النافذة أو بمكان مفتوح، يعني التهوية تكون جيدة، خصنا نركبو من قرب النوافذ. تجنب النوم قرب المدفأة. أيضا عدم تركيب المسخن المائي داخل الحمام أو داخل المطبخ، يكون خارج الحمام وخارج المطبخ. وتعويض أجهزة الغاز القديمة بأخرى كهربائية، يعني تكون جديدة وكهربائية، باش نتفاداو اشتغالها بالغاز وربما يؤدي بنا إلى الوفاة لا قدر الله. إذا خلاصة هذا الدرس، من نواتج احتراق الشمعة أو فحم الخشب الضوء، الحرارة، ثاني أكسيد الكربون، وهباب الفحم. وعندنا أيضا نواتج أخرى لدى نقاط الحذف اللي فيها الماء وفيها الكربون. لاحتراق مخاطر منها الاختناق والتسمم. لأن الاحتراق مخاطر أخرى منها الاختناق والتسمم. تجنب هذه المخاطر يجب تهوية المطبخ والأماكن التي تحتوي على أجهزة التدفئة، صيانة الأجهزة التي تعتمد المحروقات الغازية، أو ربما تعويضها بأجهزة كهربائية. بالفرنسية جوغوتيان، parmi les produits de la combustion de la bougie ou de ou le charbon du bois، هو كنقول لك الفحم الخشب هو charbon du bois، soit la lumière، la chaleur، le dioxyde de carbone، du fumée noir. La combustion présente différents risques، risque d'asphyxie ou bien risque d'intoxication، الاختناق أو التسمم. Pour éviter ces risques، il faut ventiler les locaux où peuvent se trouver des gaz combustibles، assurer la maintenance des appareils qui fonctionnent avec les hydrocarbures gazeux. بالنسبة للتطبيق، إذا شغل أحمد المدفأة الغازية بغرفته بعدما أغلق منافذها، وبعد مدة أخذته أمه وهو غير قادر على الحركة، يعني كأنه فقد الوعي، فظنت أن مكروها أصاب ابنها، فأخذت تفتح النوافذ. أولا أشرح ما قد يكون أصاب أحمد. إذا فأحمد استنشق بعض الغازات السامة ناتجة عن احتراق الغاز بالمدفأة، وأيضا تواجد كمية محدودة من الأكسجين بالغرفة بعد إغلاقها أي نوافذها، يعني هو أغلق النوافذ والباب مغلق أيضا، وأدخل معه المدفأة الغازية إلى الغرفة لكي يعني يشعر بالدفء، ولكن هذا الأمر أدى به إلى استنشاق غازات سامة أدت به إلى فقدان الوعي، نتيجة أن المدفأة تستهلك الأكسجين الموجود بالغرفة، يعني فكأنها تنافسه في استنشاق الأكسجين الموجود بالغرفة. فإذا يعني كانت كمية قليلة، فبذلك يكون الشخص يستنشق أيضا الغازات السامة مع الهواء. أقدم لأحمد بعض النصائح. إذا لا يجب أن نغلق نوافذ الغرفة إذا شغلنا بها المدفأة، نخلي النوافذ تكون مفتوحة أو نسبيا مفتوحة، ما تكونش مغلقة نهائيا، أو
تعويضها الياء تعويضها بمدفأة كهرباء، أو تعويض تلك المدفأة الغازية بمدفأة كهربائية إذا كان لابد من استعمالها. J'applique le fusain est une substance constituée presque entièrement de carbone. Donc, الطرف أو قطعة الخشب الأول الفيزا كيكون بحال يعني تقريبا الفحم، هي رقيقة وكتكون مكونة فقط من الكربون، يعني التكوين ديال اونتيغمون يعني بريسك يعني تقريبا نسبة كبيرة من فيها الكربون. اون بغيل ان مورسو دو فيزا دون اون شامبر فيرمي، يعني نخدم واحد الطرف منها وشعلناه، ولكن شامبر فيرمي لأن الغرفة مغلقة، هاد الإغلاق عنده واحد الدور في هاد الأمر ديال الاختناقات. La question 1, la première question, je précise le corps toxique qui est formé lors de la combustion incomplète dans une chambre fermée. Donc, on a dit que le jisme sam qui est un tige lié à la nécessité d'extérieur à غير le kamil, à غير le kamil, à l'extérieur, ma kamil. Le corps toxique donc le corps toxique est le monoxyde de carbone. Ou à l'oxyde de carbone, ou à l'oxyde de carbone, le gaz sam. ماشي ثاني اكسيد الكربون، لكن احادي اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون كينتج ليه على الغاز الاحتراق الكامل، هنا الاحتراق غير كامل كنسموه المونوكسيد دو كربون او احادي اكسيد الكربون او اول اكسيد الكربون. لا دوزيام كيسيون، جو سيت كيلكو بروبريتي دو سو كور توكسيك. دونك هاد لو كور توكسيك لو مونوكسيد دو كربون تان غاز توكسيك كي بروفوك لاسفيكسي، يقدر يسبب ليا الاختناق، والاختناق الى الاختناق راه ممكن يؤدي الشخص لا قدر الله الى الموت او الى الوفاة. اذا نكون كملنا الصفحتين، نتلاقاو ان شاء الله في الدرس المقبل على قناة التعليم المدرسي. دائما ما تنساوش ابوني اللي في اسفل الاحمر، نضغطوا عليها يبان الجرس نفعلوه باش نتوصلوا بالفيديوهات كاملة عبر البريد، ونديروا جملة لا فيديو، خليونا شي كومنتير وشكرا على المتابعة.